يوسف أريضة السي محمد وعندو جوج ولاد والد جوج الولاد والخويا راهم دايعين راهم تسطاو داعوا ليا في البحر من غادي يجبدهم ليا من الموجة. أحيا الملك وأحيا سيدي محمد. كي نجات في الصحة ما تتعوض، شد في راسك ودوي على راسك وما يكون إلا البلاد ما فيهاش دوي على راسك. واش غدير؟ راه منك من الشعب راسك. وليدات راه مقاشي قاري شي مقاري ما عادوش نمشي، راه ولاد البحر والدي عايشين في البحر، راه ما عادوش سيدي فين يمشيو. واش هادشي اللي طرا ليهم وهادشي اللي دار ولادك؟ جاو كون غير علمونا نحيدو غير الباكاج ديالهم، خاسرين عليهم زباله تاع الزوز. كاين اللي مسلف وكاين اللي بات بلاشة، وها الماء ها الضوء ها اللي مريضه ها اللي عندهم اليتامه. هادشي راه حشومه وعيب، راه حشومه وعيب. ديروا لهم شي حقوق وديروا لهم شي حاجه اللي لازمهم، ديروا لهم شي حاجه اللي لازمهم وديروا لهم شي حاجه. راه عاش سيدنا. السلام عليكم، الاسم ديالي رشدي توفيق، السكنة ديالي جاك بيش دار بوعزة. كنت فاجئ هذا الصباح، هذا مع الخمسة الصباح جات السلطات بدون علم، بدون إصدار قرار، بدون إصدار تبليغ. جاو بدو كيطيحوا، يعني اش غنقول لك؟ شوف شنو، شو كيفاش داروا الدنيا هنايا. احنا مرخصين وحنا عندنا قوانين ديوننا، فهمتي؟ احنا عندنا قوانين ديوننا و مؤطوريزين وما فهمتش انا كيفاش تاخذ القرار ما بين 24 ساعة. هذا هو اللي كاين، هذا وبدون تبليغ، بدون يعني ما فهمنا والو حنايا. واش مؤامرة؟ واش ما عرفناش شنو كاين؟ واش مواني الفلوس بغوا يحيدوا الدراويش من البحر؟ ما عرفتش. واش بانت لهم هذه المنطقة مستثمرة؟ ما عرفتش. هذا هو اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين اخويا. كانت عندي هنا كيوسك ميني كافي، عندي الليغسي ديالها، عندي الرخصة ديالها، عندي الباتون ديالها، عندي مفوض قضائي ديجا كندير ليا الاستغلال هنايا. حنا ما هربانين حتى شي حاجة، حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، كنخلصوا آخر كيتونس شهر 8 في عز كورونا، خلصنا لهم 10,000 درهم في العز ديال كورونا في 24/8، خلصنا لهم 10,000 درهم. عيطوا علينا قال لك سووا الوضعيه ديالكم، مشينا خلصنا المسائل ديالنا، حنا باقيين غاديين. وكما كتشوفوا دابا شو ما رحمت الرايه ديال البلاد، بقى يرحمنا انا الرايه ديال البلاد. شو كيديروا لها السلطه؟ اما الباقي ديالنا حنا راه عارف راسه كيدير العاده وترنا درو دابا. يا ودي عندي عندها بعت عليهم روحا.